نروح لخبر تاني هام جدا الصراحة. هيئة الدواء المصرية منحت رخصة الاستخدام أو رخصة للاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير لعلاج الكورونا، وده بيعتبر أول علاج عن طريق الفم، ومصر أول دولة في الشرق الأوسط بتوفر هذا العلاج. تفاصيل أكتر من الدكتور جورج ماهر مدير التسويق بالشركة المصنعة للعقار في مصر. صباح الخير يا دكتور، أهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على حضراتكم وتحياتي. استاذنك الاول، احنا بننطق الاسم صح، مولنو بيرافير، مظبوط؟ تمام مظبوط يا فندم. طيب عظيم. المملكه المتحده كانت من اوائل الدول اللي اقرت استخدام هذا العقار، ولكن هناك يعني تخبط كده في الصحافه العالميه، مش عايز اقول في القطاع الطبي العالمي، ما بين هل هو الدواء ده بيتاخد للوقايه ولا بيتاخد للعلاج في الحالات المتوسطة والضعيفة؟ تمام. لا، هو زي ما حضرتك قلت، هو الدواء حصل على إجازة من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية الـ FDA، وبالتالي تم طرحه في أسواق بريطانيا وأمريكا، وبالتزامن مع طرحه في بريطانيا وأمريكا تم إجازة الدواء أول أمس في مصر، وده يعتبر سبق لينا، لان احنا اول دوله في المنطقه كلها، اول دوله في الشرق الاوسط كله تكون بتجيز هذا الدواء، وان شاء الله ما بين النهارده وبكره هيكون الدواء نفسه متاح. بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك، هو للوقايه ولا للعلاج؟ لا، هو للعلاج وليس للوقايه، هو ليس باكسين، هو علاج للحالات البسيطه والمتوسطه الشده من فيروس كورونا، وزي ما حضرتك قلت هو اول علاج مصمم ومعد خصيصا لعلاج الكورونا. كل العلاجات اللي كانت قبل كده مضادات الفيروسات كانت علاجات لامراض فيروسيه اخرى زي الايكولا او زي الانفلونزا الموسميه، وتم تجربتها في حالات الكورونا واثبتت نجاح، وبالتالي تم استعمالها واجازتها. لكن هذا العقار المولنوبيرافير هو اول عقار يتم صناعته ويعني العمل عليه منذ اكثر من عام، ليكون اول عقار مضاد للفيروسات يعطى عن طريق الفم لحالات الكوفيد. طبعا يا فندم، هي خطوة مهمة جدا وخطوة إيجابية، إن كان فكرة تواجد عقار يعني لمعالجة كورونا بشكل خاص، وكمان فكرة أنه هو يكون متاح في مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وأيضا أفريقيا. لكن حضرتك قلت يا فندم أنه هيكون متاح خلال أيام قليلة، هيكون متاح فين؟ يعني في الصيدليات ولا هيكون متاح في المستشفيات؟ لكن حضرتك قلت هو متاح أو بيعالج الحالات البسيطة والمتوسطة، فهل هيكون متاح للمواطنين عادي في الصيدليات ولا لازم يكون مثلا عن طريق روشتة دكتور؟ هو يعني زي ما حضرتك قلتي، هو هيكون متاح في المستشفيات، صيدليات المستشفيات وليس الصيدليات العامة المتاحة للجمهور، وبالتالي لازم يكون في اشراف طبي كامل، ولازم يكون في روشته طبيه موصوفه للمريض، والمريض هيحصل على العلاج من خلال صيدليات المستشفيات وليس الصيدليات العامه. طب دكتور، خلينا بس ناكد على النقطه دي، هي كل الادويه عموما لازم تكون تحت اشراف طبي حتى الفيتامينات، لكن لو هنتكلم على المولنوبيرافير بشكل خاص لازم يكون عن طريق روشته، يعني المواطن هيروح بالروشته، الشخص هيروح بروشته مكتوب فيها الدواء ويتصرف له، من غير روشته مش هيتصرف. بالظبط كده يا فندم، لمنع حدوث اي يعني زياده مفرطه في الاستخدام ممكن نكون احنا مش محتاجينها في الفتره دي، فيكون الاستخدام يعني تحت اشراف طبي كامل وبروشته طبيه موصوفه للمريض، والدواء متاح بكميات وافيه جدا. يعني عايز بس اطمن انه احنا بنوفر كل احتياجات السوق المحلي، وكمان عندنا كميات للتصدير، يعني عشان احنا كنا اول دوله اتاحت هذا العقار في منطقه الشرق الاوسط، فاحنا عندنا طلبات كتير جدا للتصدير للدول الجوار، وان شاء الله بعد ضمان تلبيتنا لكل احتياجات السوق المحلي هيكون كمان في كميات للتصدير، فمن ناحيه الاحتياجات هي متوفره، لكن عايزين يكون برضو الاستخدام عادل ومرشد وتحت اشراف طبي كامل. طيب النقطه المهمه الاخرى يا دكتور هي خاصه ب مش عايز اقول جوده، بس يعني استخدام اللقاح مع متحورات كثيرة، يعني احنا عدى علينا 3 أو 4 متحورات حتى الآن، هناك الحديث عن متحورات متغيرة في المستقبل، حصل نوع من أنواع التزاوج ما بين الفاريان دلتا وأوميكرون دلتا كرون، وقالوا أنها موجودة في منطقة شمال المتوسط جنوب أوروبا، فاللقاح فعال، عفوا الدواء فعال
مع كل الفارينس او المتغيرات الخاصه بفيروس كورونا؟ تمام، خليني اكون واضح مع حضرتك. هو الدراسه الاكلينيكيه اللي اتعملت على عقار المولد الرباعي تمت على 775 مريض تعاطوا هذا العقار، وكانت النتائج كلها مبشره جدا. كان الاحتياج لدخول المستشفيات مش اكثر من 3%، وحالات الوفيات الحمد لله كانت 0% في المجموعه اللي تعاطت هذا العقار. ولكن اثناء التجربه الاكلينيكيه اللي تمت على عقار المولد الرباعي ما كانش لسه الاوميكرون فاريانت كان ظهر، وبالتالي هو تم تجربته على الفيروس يمكن يكون بفاريانت ثاني غير الاوميكرون. اللي احب اطمن عليه انه طريقه عمل هذا العقار ان هي بتشتغل على الدي ان اي او الار ان اي بتاع الفيروس، وبتثبت من تكاثر الفيروس، وبالتالي لو احنا درسنا كويس طريقه عمل العقار هنكتشف انه ان شاء الله هيكون فعال بنفس الجوده وبنفس يعني معدلات الشفاء مع كل الفاريانت اللي ممكن تكون موجوده، ولن يتاثر باي فاريانت عن الثاني. طيب يا فندم، هذا الدواء هل في اشخاص معينه ما تقدرش تتناول هذا اللقاح؟ طبعا حسب الدراسات والابحاث اللي اتعملت عليه، هل الاشخاص اللي عندهم حساسيه معينه ما يقدروش يتناولوا هذا العقار؟ الحوامل، هل هو امن على الحوامل ولا لا؟ الاطفال، يعني لو حضرتك تقول لنا بس بعض المعلومات عنه. لا، هو المتاح من الكورونا هو للبالغين وليس الاطفال، ومش للحوامل، لانه ممكن يكون بيؤدي لبعض الشواذ في الاجنه، فمش مطالب ان هو يتاخد للحوامل. وطبعا اي عقار مش بيتاخد لاي حد عنده حساسيه من هذا العقار، فده دي صفه عامه في اي عقار اخر، يعني ما لهاش اي احتياطات. يعني طب ثبت يا فندم خلال الدراسات وجود اي اعراض جانبيه؟ الحقيقه لا، ما كانش فيه اعراض جانبيه تقلق، غير انه ما يتاخدش زي ما قلت لحضرتك للحوامل، لانه ممكن يؤدي الى اضطرابات الاجنه او حاجه زي كده، فده مش مستحب ويعتبر ممنوع تعطيل لاي حاله حمل. لكن غير كده في البالغين وليس الاطفال، وبخلاف حالات الحمل فهو امن تماما ولم يسجل اي اعراض جانبيه تقلق من استخدامه. عظيم. طيب دكتور جورج، اخيرا بعد اذن حضرتك، قلت لنا ان الدواء بيشتغل على الدي ان اي الخاص بالفيروس جوه الجسم عشان يمنع تكاثر الفيروس. هل الدواء بس بيقوم بمنع التكاثر ولا كمان بيقوم بالقضاء على الفيروس اللي موجود داخل الجسم؟ يعني هو دلوقتي احنا استبعدنا ان هو ما بيتعاملش مع السيمبتومز، ما بيتعاملش مع الاعراض، هو بيتعامل مع السبب في المرض وهو الفيروس، فبيمنع التكاثر وبيقضي على الفيروس، ولا بيمنع التكاثر بس وبيسيب المناعه الجسمانيه هي التي تقضي على الفيروس؟ طيب الاول برضو الشق اللي حضرتك ذكرته هو ملوش يعني تاثير مباشر على الاعراض، لكن طبعا هو هيقضي على كل الاعراض نتيجه القضاء على السبب. فهو السبب هو الفيروس وتكاثره داخل الجسم، في حين القضاء على الفيروس ومنع تكاثره، بالتالي كل الاعراض المصاحبه للكوفيد كيس هتختفي. فدي اول حاجه، هو طبعا بيحسن الاعراض. لكن لو اتكلمنا على الفيروس من غير ما يكون نشط وبيتكاثر داخل الخلايا هو يعتبر جزء خامل. يعني هو احنا لو منعنا تكاثر الفيروس داخل الخلايا احنا حولنا الفيروس من كائن حي الى جزء خامل داخل الخليه، فيعتبر كده تم القضاء بشكل كامل على الفيروس. منع تكاثره هو مرادف للقضاء الكامل عليه. عظيم جدا جدا، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور جورج ماهر، مدير التسويق بالشركه المصنعه لعقار مولو او مولنو برافير، على وجودك معنا، بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.